السلام عليكم، أهلا بكم متابعينا. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف أشرح لكم طريقة تحديث أو عمل فلاش لراوتر HG531VA. والطريقة أحباب في الله تقوم بتحميل الفلاش، وسوف أترك لك رابط تحميل الفلاش أسفل الفيديو. بعدما تقوم بتحميله سوف تجده في ملف ويرنار. بعد ذلك تقوم بفك الضغط عليه، ثم تقوم بالضغط هنا على اكسترات هير، ثم تقوم بفتح المجلد. والمجلد يتكون من الفلاش عفوا كما تلاحظون، هذا هو الفلاش. وابلود يعني ادريس للدخول لنقوم بعمل فلاش او تحديث. كذلك هنا باسورد الراوتر، يعني عندما نقوم ب يعني تحديث للراوتر او فلاش، هذا هو يعني ادمين والباسورد، هذا هو الباسورد الدخول الى الراوتر. بعد ذلك في الله نقوم بربط الراوتر بالحاسوب اما عن طريق الواي فاي او كابل RJ45، وانصحك ان تقوم بربطه بكابل RJ45 لتفادي المشاكل كما تلاحظون هنا. بعد ذلك تقوم بالضغط هنا في مكان يعني الانترنت، ثم تضغط بزر الفأرة الايمن هنا، تقوم بالضغط هنا على انترنت نتورك. بعد ذلك تأتي هنا الى الانترنت او الويفي على حسب ربط الراوتر بالجهاز، ثم تقوم بالضغط هنا على نتورك شارجين سنتر. بعد ذلك تقوم بالضغط هنا على الانترنت. بالنسبة للويندوز 7 والويندوز 8 فقط عندما تقوم بالضغط هنا على مكان الانترنت، ثم تقوم بالضغط هنا على اوبن او افريل، سوف يرسلك لهذه الصفحة. بعد ذلك تقوم بالضغط هنا على انترنت، ثم تقوم بالضغط هنا على Property، ثم تضغط هنا على فيرسيون 4. بعد ذلك تقوم بوضع علامة هنا، ثم تقوم بتغيير اي بي يعني الحاسوب 192.168.1، ثم تقوم بكتابة هنا من 0 من 2 إلى 150 مثلا 55، ثم تضغط هكذا. بعد ذلك تقوم بالضغط هنا على اوكي، ثم اوكي، ثم كلوز. بعد ذلك احباب في الله كما تلاحظون يعني هنا الراوتر يعمل معنا، وسوف نقوم بعمل ريزيت للراوتر كما تلاحظون هنا في هذا المكان ريزيت. تقوم باخذ ابرة، ثم تقوم بالضغط عليها هكذا، ثم تضغط مطولا حتى ينطفئ يعني الراوتر، ثم يقوم بإعادة التشغيل كما تلاحظون هنا، يعني قام بإعادة التشغيل، يعني مصباح الباور هنا يعني شغال. بعد ذلك تترك يدك هكذا، يعني تبقى ضاغط على يعني الإبرة. بعد ذلك تأتي هنا إلى الحاسوب، ثم تقوم بعمل كوبي لهذه الادريس هنا، ثم تأتي الى يعني المتصفح، ثم تقوم بعمل كولي يعني كما تلاحظون هنا في الحاسوب احب في الله. بعد ذلك نقوم بسحب الابرة هكذا. بعد ذلك تقوم باختيار هنا شوز فايل، ثم تقوم بالبحث على مكان يعني الفلاش هنا، ثم تضغط هنا على ابجارد فيرموير. كما تلاحظون هنا في الاعلى في الله بدا يعني الفلاش هنا كما تلاحظون هنا، يعني مصابيح يعني Thank you.
بعد ذلك أحبتي الله، بعدما قمنا بعمل فلاش للراوتر، نقوم بالذهاب إلى الملف الموجود فيه الفلاش، ثم نقوم بالدخول بالأدمين والباسورد الجديد. أدمين، ثم تضغط هنا على لوجين. بعد ذلك تقوم بالضغط هنا على كليك هير للدخول إلى الإعدادات. كما تلاحظون أحبتي الله، تم عمل فلاش للراوتر بنجاح. بعد ذلك بالنسبة للإعدادات سوف تجد شرحها في فيديو أسفل الفيديو.